في منتصف القرن ال19 الميلادي كترت المشاكل بين الأهالي في سيوة، خلافات على المية، على الجيرة، حدود الأرض، خلافات اتطورت لقتال مستمر بين السويين. في الوقت ده ظهر صوت عائل، الشيخ محمد ظافر المدني، المؤسس الأول للطريقة المدنية الشاذلية في سيوة والصحراء الغربية، ودعا الأهالي للصلح وحدد جبل التكرور مكان لجلسات الصلح. كان حكيم في اختيار مكان هو خلا بعيد عن بيوت المدينة وأماكن الخلافات عشان يدي فرصة للقلوب تصفى، وكان بيبدأ جلسات الصلح بالذكر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انتهى القتال بالسلام، وتحول جبل التكرور لمكان بيصف فيه السويين خلافاتهم وقلوبهم كل سنة في شهر أكتوبر، وهم بيحتفلوا بالصلح وبيتغدوا مع بعض في وقت واحد. انتهت الخلافات، بس حلقات ذكر الطريقة المدنية الشاذلية أو زي ما بيسموا نفسهم الفجرة لسه مستمرة في العيد، وكل يوم خميس بعد صلاة العشاء. يا قبلتي في صلاتي الله الله، يا قبلتي في صلاتي الله 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 يا مالككم نصب عيني الله إليه وجهتي كلي الله الله إليه وجهتي كلي يا مالككم نصب عيني الله الله يا مالككم نصب عيني إليه وجهتي الله الله إليه وجهك كلي